رئيس الجمهورية يتوجه إلى دكار لحضور مراسم تنصيب الرئيس السنغالي المنتخب. الجمعية الوطنية تفتتح عمل دورتها 12 من السنة البرلمانية الحالية، ورئيس الجمعية يدعو السادة النواب إلى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة تطلق عملية المراجعة الوطنية الطوعوية لأهداف التنمية المستدامة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لتفاصيل رابعة، حيث قدر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني صباح اليوم متوجها إلى العاصمة السنغالية دكار لحضور مراسم تنصيب الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو جوماي فايا. ودعا فخامة رئيس الجمهورية بمطار المرشط الدولي المتونسي من طرف وزير الداخلية والأمن المركزية محمد أحمد محمد لمين والوزير الأمني العام لرئاسة الجمهورية مولاي والمحمد القضاف ووزيري العدل والدفاع الوطني وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي المرشط الغربي المساعد ونائبة رئيسة جهة المرشط. ويرافق فخامة رئيس الجمهورية وفد هام يضم كل من المختار للجاي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون المرتانين في الخارج الناني والشروقة وزير البترول والمعادن والطاقة الناطقي باسم الحكومة أحمد الأحمد سفير بلادنا في دكار سيد محمد والسيد محمد جعفر والسيد جعفر مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية سيد محمد الخابر مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية عيسى تاداودا جالو مستشارة برئاسة الجمهورية الحسن الأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. وكان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني قد استقبل أمس بالقصر الرئاسي وفدا من مجموعة شركات طاقة عربية برئاسة السيد خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة المجموعة التي يوجد مقرها العام بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وقد تمحور اللقاء حول مجالات وآفاق التعاون بين بلادنا ومجموعة طاقة عربية والسبل تعزيزها خدمة للتنمية الاقتصادية في بلادنا خصوصا فيما يتعلق بمجالات الطاقة. جرى اللقاء بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار للجاية ووزير البترول والمعادن والطاقة الناطقي باسم الحكومة الناني والشروقة والسادة مصطفى بشير المستشار الفني المكلف بقطاع الخام للبترول والغاز شمس الدين الصوى دينا مديري المديرية العامة للبترول والهيدروجين منخفض الكربون وأحمد فال التلميذ الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم وعثمان تال المدير العام للشركة المرتانية للكهرباء ومحمد خالد مدير الشركة المرتانية للمحروقات. كما حضر اللقاء من جانب شركة طاقة عربية كل من السادة خالد قاسم كريم شعبان عدل كفافي محمد عبد الفضل بلال مشعور. افتتحت مساء أمس بمقر الجمعية الوطنية في المرشوط أعمال الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023-2024 برئاسة رئيس الجمعية الوطنية وحضور عدد من أعضاء الحكومة. وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجمعية الوطنية خطابا دعا فيه السادة النواب للاضلاع بدورهم الرئيسي في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. السادة الوزراء، زملائي النواب، سادتي سيداتي، ها نحن نعود اليوم في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل لاستئناف أداء واجباتنا الدستورية بعد استراحة أتاحت لنا التواصل مع ناخبينا والاطلاع
على اهتماماتهم ومشاغلهم. وأعتقد أنني لست بحاجة لتذكيركم بما يجب أن نتحلى به جميعا من جد ومسؤولية ومواظبة على الحضور الفاعل لاجتماعات اللجان والجلسات العامة، موفين النصوص التي تقدم لنا حقها من الدراسة، وقائمين بواجب رقابة العمل الحكومي على أحسن وجه. زملائي النواب، تنعقد هذه الدورة البرلمانية العادية في ظرف سياسي استثنائي يميزه التحضير لاستحقاق الانتخابات الرئاسية التي أظلنا موعدها. وكما خاطبتكم بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الماضية، فإنكم بوصفكم ممثلين للشعب مدعوون للإضلاع بدور رئيسي في توعية المواطنين بأهمية هذا الحدث، وهي حث الجميع على التقييد على اللائحة الانتخابية والإسهام بشكل فاعل في جهود الرامية لضمان المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق. فبذلك نخطو بثقة خطوة جديدة في مسار ديمقراطيتنا التي نعول عليها في بناء غد أفضل. ونحمي النجاحات التنموية التي حققناها في السنوات الماضية، ونعزز حضور بلدنا المتنامي في المشهدين الإقليمي والدولي. السادة الوزراء، زملائي النواب، سادتي سيداتي، لقد شهدت بلادنا خلال السنوات الخمس الأخيرة تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى المستوى السياسي تواصلت الجهود في مختلف الورشات لتعزيز دولة القانون وإرساء الحكامة الراشدة من خلال تطوير نظام ديمقراطي تعددي يرعى حقوق الإنسان ويوفر الحريات الفردية والجماعية. وهكذا استكملت الاستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحماية حقوقه السياسية والاقتصادية والمدنية، وتم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة التجار بالأشخاص، واستحدثت محاكم خاصة عهد إليها بمحاربة كافة أشكال الرق. أما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فقد نفذت إصلاحات مهمة ترمي لخلق وتطوير اقتصاد متنوع ومرن جاذب للاستثمار ومحفز للمبادرات الخاصة. وقطعت خطوات معتبرة على طريق توفير الخدمات الأساسية للمواطن من تعليم وصحة وماء وكهرباء، مع انحياز واضح للشرائح التي عانت تاريخيا من أي نوع من أنواع الغبن والأسر المتعففة ولسائر الفئات الهشة. السادة الوزراء، زملائي النواب، سادتي سيداتي، إن الحفاظ على تلك المكتسبات يتطلب منا الحرص الدائم على حماية وحدتنا الوطنية والارتقاء بقاموسنا السياسي والنأي عن خطاب الكراهية وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من المصالح، والتسامي عن الانتماءات الضيقة المنافية لمفهوم المواطنة كالقبلية والجهوية والشرائحية والعرقية. زملائي النواب، إنكم بدون شك تدركون أن التحلي بتلك الصفات يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لممثل الشعب المنتخبين. لذا ينبغي أن نجنب المنبر النيابي كل ما قد يمس بهيبتي. ومن هذا المنطلق يتعين علينا في هذه الغرفة الموقرة أن نعتمد الحوار الهادئ والمسؤول سبيلا لإدارة
اختلافنا في وجهات النظر وأن نجسد من خلاله جو التهدئة والانفتاح الذي حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني منذ توليه مهامه رئيسا للجمهورية على أن يطبع علاقات المتصدرين للشأن العام من أغلبية ومعارضة. زملاء النواب، إنني إذ أعلن على بركة الله افتتاح الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023-2024 طبقا للمادة 52 جديدة من الدستور والمادة 54 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، لأتمنى لكم التوفيق فيما ينتظركم من عمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة أمس في نواكشوط عملية المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية المستدامة. تهدف المراجعة التي تتبع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة عام 2030 بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها على نحو نراعي طابعها المتكامل والشمولي. يتضمن هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة إعلان انطلاق مسلسل إعداد المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية المستدامة التي ستقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2024. وتهدف هذه المراجعة إلى تتبع التقدم الحاصل على صعيد تنفيذ خطة عام 2030 بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها على نحو يراعي طابعها المتكامل والشمولي. شكل المراجعة الوطنية العام 2024 فرصة للحكومة ولجميع أصحاب المصلحة لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات والدروس المستخلصة خلال تنفيذ السياسات التنموية، وتحديدا فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وإدماجها في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للنمو للتنمية المستدامة لسنة 2025-2030. ومن المعلوم أن الوظيفية الدولية تميزت بتباطؤ في النمو العالمي، مرده الأساسي هو آثار جائحة كوفيد-19 والحرب على أوكرانيا، وقد تجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال تشديد شروط الحصول على الموارد المالية وزيادة كبيرة في التضخم على المستوى العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وفي السياق تواجه موريتانيا تحديات عديدة، منها ما هو هيكلي وما هو ظرفي يمكن أن تعيق التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة. وعلى الرغم من تلك التحديات تميز الاقتصاد الموريتاني بمرونة نسبية وتمكن من تجاوز الانكماش الناتج عن مخلفات كوفيد-19، وقد تجلى ذلك على وجه الخصوص في نسبة نمو حقيقي وصلت 2.4 في عام 2021 و 6.4 في عام 2022، ومن المتوقع أن تزيد على 3% في سنة 2023. وتشير بيانات سنة 2020 إلى أن موريتانيا قطعت أقل من 3/5 من الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووفقا للوتيرة الحالية من المرجح أن تكون نسبة 20% من الأهداف ستتحقق ونسبة 57% من الأهداف ستشهد تقدما، في حين أن 13 من الأهداف شهدت تراجعا. من جانبها المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في بلادنا ليلا بيترس هيا أكدت سرورها لحضور انطلاق عملية تطوير المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة 2024 لموريتانيا، شاكرة وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة على إشراك الأمم المتحدة في هذا الحدث، مبينة أن هذه المراجعة ستسهم في تنويع وتطوير التعاون بين برامج الأمم المتحدة للتنمية وموريتانيا، الأمر الذي سيمكن من التقدم نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة. أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية منصور جاي فقد قدم عرضا تطرق فيه إلى أهمية دعم موريتانيا بغية تسريع وتيرة أهداف التنمية المستدامة خاصة
في شقها المتعلق بمجالات الصحة والتعليم والمياه، مبرزا أهمية مكافحة الفقر والدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام، وأكد ضرورة السعي إلى مقاربة شاملة بدل مقاربة قطاعية، مذكرا بأهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية. وقد شهدت فعالية هذه الانطلاقة مداخلات من قبل رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة مهلة أحمد طالبنا، والمتحدث باسم جامعة نواكشوط الشيخ محمد الحافظ دها، والمتحدث باسم المجتمع المدني مختار جالو. أشاروا فيها إلى أهمية المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية المستدامة وما يتيح ذلك من فرص متعددة لبلادنا تسهم في تطوير وتنمية أهداف التنمية وتذليل الصعاب أمامها لتحقق الأهداف المرجوة منها على أرض الواقع. يعقوب الصوفي، الموريتانية. وقعت بلادنا أمس في نواكشوط عقدا مع تجمع شركات غوغاز وطاقة عربية لاستكشاف وإنتاج الغاز واستغلال احتياطات الغاز في حقلية باندا وتفتة. يقضي العقد بتوفير مخزون كهربائي إضافي سيمكن الشركاء مثل سنين وصملكة من الاستفادة منه في تحسين الأداء الطاقوي. هو اتفاق على عقد اكتشاف إنتاج الغاز في حقلي باندا ونفت، وقعت عليه بلادنا مع تجمع شركات عاملة في مجال الغاز. وبموجب هذا العقد يتولى تجمع غوغاز وطاقة عربية وشركاؤهما استغلال احتياطات الغاز في هذين الحقلين الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني. يسعدني أن نعلن أن تطوير مشروع باندا الغاز الوطني قررنا له أن يكون وفق مخطط يسمح بأن تكون مكونة المحتوى المحلي المشروع حاضرة بقوة خاصة في مجال التشغيل ونقل الخبرات وفرص اقتناء وتبادل معدات وإبراج خدمات والتنمية. كما يقوم المشروع على مكونة تزويد المحطة الكهربائية المزدوجة 180 ميجاوات بالغاز الموجودة شمال نواكشوط، حيث بقيت هذه المحطة دون غاز منذ إنشائها منذ 2015، أي 10 سنين دون غاز. وسيوفر المشروع كذلك مخزونا كهربائيا إضافيا للسوق الوطني للكهرباء يمكن لكافة الشركاء مثل سنين وصوملك للاستفادة منه، وهذا يعني إنتاج كهرباء نظيفة مستدام وعلى مستوى الحكامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. سيعزز تطوير حقل باندا من موقع موريتانيا كقطب طاقوي مندمج للغاز، كما يعتبر المشروع مكونة مهمة في مخططنا الرئيسي للغاز والذي يهدف إلى تدفين مواردنا الطبيعية الطاقوية ودمج قطاع الغاز في النسيج الاقتصادي طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية. ومن جانبه بين رئيس مجلس إدارة غوغاز أنه فخور بالدخول في تطوير هذا المشروع الاقتصادي الواعد، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي في البلد يشكل حافزا مهما للاستثمار. أحب أؤكد أول شيء نحن ملتزمون تماما بما نقدمه وسنقدمه في هذا المشروع لدولة موريتانيا، وأكثر شيء يشجعنا هو الاستقرار السياسي الموجود في موريتانيا وما نشهده من نمو اقتصادي جاري يدعم استقرار ويدعم أي استثمار، بالذات مثل هذا الاستثمار هو استثمار طويل الأجل ويطلب هذه الأشياء، الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي. وهذا مشروع عملاق متكامل دفعنا لتقديم حلول فنية متكاملة وتعقيدات متكاملة تشمل كمرحلة أولى تطوير وتنمية وإنتاج وتشغيل حقلي باندا وتفت في أسرع وقت والمتفق عليه في خلال 2027. المرحلة الثانية ستكون بناء وتشغيل وإنتاج كهرباء بنظام الاي بي بي ورفع قدرات بقدرات تصل من 120 ميجاوات إلى 240 ميجاوات بناء على ما ستصفر عليه الدراسات في الشهور القادمة. نمرة ثلاثة من مرحلة التطوير هو تطوير وبناء صناعة غاز محلية وطنية تخدم جميع أوجه الصناعة والاقتصاد الموريتاني. ومن المنتظر أن يحدث الغاز المستخرج من حقلي باندا وتنف تحولا معتبرا يمكن من توفير مخزون كهربائي إضافي للشركات الوطنية وتحسين أدائها الطاقوي. فائدة هذا المشروع للاقتصاد الوطني هو أنه لا هي المحطات الكهربائية اللي يعملوا المازوت الآن لا يعودوا يعملوا الغاز، وذلك ينقص من التكلفة ويزيد من الإنتاجية أيضا،
وثانيا له يفتح افاق جديده للشراكه المعدنيه، عنهم يجبروا طاقه رخيصه وخالقه كثير. وهو مشروع مهم في الاستراتيجيه الوطنيه للطاقه في موريتانيا، ومهم ايضا في التحول الطاقوي اللي خالق درك في العالم وفي موريتانيا. وسيسمح المشروع كذلك بدعم تكاليف قطاعي الغاز والكهرباء من خلال امداد الاقطاب الصناعيه المعدنيه بكهرباء ذات اسعار تنافسيه. طبعا ننظر بكل اهتمام لاي مصدر جديد للطاقه لعده اسباب. السبب الاول هو ديمومة وجود الطاقة بشكل دائم. السبب الثاني هو انخفاض الكلفة، لأن الطاقة عندنا الآن كلفتها باهظة جدا. هناك أيضا سبب أن الطاقة عن طريق الغاز تكون طاقة أكثر ملائمة للبيئة وتكون نظيفة، كما أنها تسمح بالتفكير في تحويل المنتوج الحديد لتحسين من أداءه عبر سلسلة الحديد اللي تبدأ من إنتاج الحديد الخام إلى المكورات إلى الصلب والمراحل التي تسبق ذلك. ويبلغ الاستثمار الإجمالي في المشروع أكثر من مليار دولار أمريكي، يغطي مجالات استخراج ونقل وتوزيع الغاز، أي جميع المراحل ابتداء من الإنتاج وحتى توزيع الكهرباء، مرورا ببناء محطة جديدة ومنشآت نقل الغاز. وقعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء أزرزا والأمس اتفاقية تعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وسيمكن هذا الاتفاق من إقامة تعاون بين القطاعين لصالح الأشخاص ضحايا الاسترقاق. يمكن هذا الاتفاق الذي وقعه المندوب العام للتآزر حمود المحمد ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمد دول أحمد سالم السيدي يتيح تعاونا بين القطاعين لصالح ضحايا الاسترقاق. من هذه الإنجازات اللي قمنا بهم هي إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. بدورها هذه الهيئة الوطنية إنشأت صندوق لمؤازرة ومؤازرة ضحايا الاتجاري بالأشخاص. اتفاقية اليوم تجي يكانها تعزز هذا الصندوق، بتعطيها التأمين الصحي للضحايا ضحايا هذا الاتجاري بالأشخاص، وكذلك أعطيهم اللي أنشطة مدرة للدخل تعزز من قدراته ويعودوا عندهم حياة كريمة من خلال هذه الأنشطة المدرة للدخل. لذلك مولي نشكر ونقدم الشكر لمندوبية التآزر اللي نعرف عنها معدلة بالنسبة لهذا البرنامج، وانحياز فخامة رئيس الجمهورية لهذه الفئات الهشة. ويأتي توقيع هذا الاتفاق ليعزز جهود الحكومة الموريتانية في مجال ترقية حقوق الإنسان. هي تنشر تفكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يتوجه إلى دكار لحضور مراسم تنصيب الرئيس السنغالي المنتخب. الجمعية الوطنية تفتتح أعمال دوراتها العادية الثانية من السنة البرلمانية الحالية، ورئيس الجمعية يدعو السادة النواب إلى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة تطلق عملية المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة. مشاهدينا الكرام، تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر، دمتم في أمان الله.